السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ما تنساوش الاخوان ديرنا اشتراك في القناه وشي كومونتير محفز. كيمارس المهنه اللحظه اللي كيدخل المصحه راه كيمشي يمارس المهنه ديالو كل واحد كيف ما سمعتوا معنا الاخوان. هذه مشغله او عامله في مصحه الدكتور التازي، وهذه القليل من المشغلات اللي خدامين في المصحه ديال الدكتور التازي. الدكتور التازي اللي تعتقل بسبب تهم وباقى مازال القانون ياخذ المجرى ديالو. كنتمنوا ليه صراح ان شاء الله ويخرج في اقرب وقت، وهذا ما تمناه لجميع المسلمين. والقضية ديال الدكتور التازي الاخوان والمصحة ديالو يشتغلون فيها عديد من المواطنين والمواطنات، واليوم يعاني من هذه المشكلة. المساحة تغلقات والعمال في وضعية حرجة من ناحية العمل اللي كانوا يشتغلوا معه في المساحة، وهاد الناس الإخوان كيعانيوا معاناة كبيرة. لم يشتغلون إلا بعد غلاق المساحة، وهذا راه مشكل دائما كتجي في الدرويش. كنتمنوا خير الإخوان، ما تنساوش ديرنا اشتراك في القناة وشي كومنتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.